اثنين عندي هذول بنات اختي، وجاني تونسن من هناك من باب العنين. اهات وحسرة ودموع لم تتوقف منذ امس. هذا الرجل هو منذ ساعات الصباح الاولى يقف بهذا المكان المسمى بالطب العدلي بمحافظة دهوك، بعد ان فقد طفلين من اقربائه جراء قصف مصيف بريخ يوم امس في مدينة زاخو. جيت ونسن هنا اشوف اثنين طالب عمر الوردة. كيف عمر؟ هاي 2008 وهاي 2010، هاي بالثالث متوسط هاي بالأول متوسط. وابوه نايم بالطوارئ هنا، بنت اختي الاخرى بزاخو صابحة مقطمات ماليدها. انا بالحلة وخابرون الباح بالثنتين بالظهر، وجيت وصلت هنا ب 12 وقال لي هسه قاعدين هنا منتظرين. اي والله جو سالمين يتونسون. جاي اشوف اول باحة جو اليوم راح اوديهم جثث. هذه الام هي الاخرى لم تتمالك نفسها بعد ان فقدت ابنتها وحفيدتها بالقصف الذي استهدف سائحين يوم امس. جينا مسافرين ودونا لهذا المكان، انا من وصلت هذا المكان قلبي نكشني. ابني 24 سنة عمره، شنو ذنبه؟ وابني 9 اشهر هاي اللي صوروه على الفيس. رحت ادور على بنت اخويا هذا بالمرور الشايلها ما لقيناها. رحنا ندور على اختي ما لقيناها. اخير شيء دورنا لقيناها بالطب العدلي صغيرون عمرها 9 اشهر، واختي عمرها 21 سنة. 9 شهداء نقلوا من مدينة دهوك إلى مطار أربيل ثم إلى ذويهم في بغداد والمحافظات الأخرى، وما زال أكثر من 23 جريحا يرقدون في مستشفيات المحافظة. من دهوك خالد جاسم، قناة دجلة الفضائية.